رداء أطغات وأصبح كل من دب وهب يسمى فنان أو يسمى مطرب. أين نحن من الطرب؟ وأين نحن من التمثيل؟ لما ممثلة قديرة ممتازة يعني عندها كي توقف كاريزما تاعها وحدها تملي الشاشة يخروها لأنها محترمة بين قوسين ويجيبوا واحدة يلا. أنا مادابيا جوستومون هنا السيدة خديجة تعطينا رأيها. مواقع التواصل هذوك كارثة وحدها.